القادسية والصليبيخات باختلاف أهمية المواجهة والطموح لدى الفريقين، التقيا في الجولة الثانية عشر من دوري STC التصنيف. بابلو فرانكو مستمر بالتدوير في التشكيلة، المدرب الأسباني أراح أغلب العناصر التي شاركت في الجولة الماضية. الصليبيخات مع بداية المباراة حاول الهجوم، لكن رد القادسية كان قاسياً، وسجل هدفين في شباك داود الخالدي، الأول عن طريق النيجيري دينيس، والهدف الثاني حمل توقيع عيد الرشيدي. الأصفر اكتفى بتسجيل هدفين في شوط المباراة الأول. القادسية واصل هجومه في شوط المباراة الثاني، وهدد مرمى الخالدي بأكثر من كرة خطرة. تسديدة فهد الأنصاري ورأسية صالح الشيخ ومحاولة عبد العزيز وادي، كل هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح. الصليبيخات عندما حاول الرد على هجمات القادسية كان الرد خجولا على مرمى مبارك الحربي. داود الخالدي تصدى لفرصة هدف محقق من أقدام دينيس، وتصدى أيضا لمحاولة بدر المطوع. محاولات البديل النشط أحمد شبيب أزعجت دفاعات القادسية، لكنها لم تغير شيء من نتيجة المباراة. علي الحداد أطلق صافرة النهاية بفوز القادسية بهدفين دون رد. أنت لما تشوف عدد الفريق، يعني ما شاء الله تقريبا حوالي 22 لاعب، أكيد بيصير تدوير بين اللاعبين ويعطي لكل لاعب فرصة وقاعد ويعطيه ويشوف يقدم مستوى داخل الملعب عشان يشوف تشكيلته حق دوري الممتاز إن شاء الله. عبد العزيز قدم مستويات لافتة في إعارته الماضية في نادي تضامن، كان لاعب أساسي، اليوم في الدكة، فضلت دكة القادسية على تكون لاعب أساسي. أنت لما تشوف لاعبين مثل يعني فهد الأنصاري وصالح الشيخ رضا هاني أحمد الظفيري من أفضل لاعبين على مستوى الكويت، أكيد ترضى أنك تقعد احتياط، ومتى ما جت فرصتك إن شاء الله باخذها. القادسية كان فريق كبير وعرف شلون ياخذ المباراة، لكن لعبنا مباراة نقدر نقول أنها زينة يعني الحمد لله. أما بالنسبة لنا هبطنا للحين، نقول في حظوظ وإن شاء الله أن المباراتين الجايتين إن شاء الله نقدم الأداء الزين يا رب. أحمد نزلت بديل، لكن مع نزولك يمكن حاولت في أكثر من هجمة، سبب غيابك عن المشاركة بشكل أساسي؟ والله الحمد لله نزولي كان يعني أديت اللي أقدر عليه، لكن أنا الحين حتى بدنيا مو جاهز إني أبلش، لكن إن شاء الله في المباراة الجاية أكون جاهز. السبب؟ السبب والله لأني أداوم وأتمرن بنفس الوقت فتعب شوي علي، فمو جاهز للحين. هذه كرة القدم، يوم لك يوم عليك، اليوم سوينا اللي نقدر عليه، بس ما نشاف نادي غاتي نادي كبير، استغل خطأين الشوط الأول، دش شوط ثاني يعني تقريبا حاسب المباراة، حاولنا الجيم الثاني بس ما الله وفقنا، الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله الجاي أفضل وأحسن، وإن شاء الله حنا هدفنا إن شاء الله، حتى إذا إن شاء الله إذا قدر وطحنا درجة ثانية طموحنا نصعد، ما نقعد درجة ثانية، حنا عندنا هدف إن شاء الله يا اللاعبين، ومع الجهاز الفني والإداري إن شاء الله نسوي شيء إن شاء الله. القادسية أضاف هدفين لمجموع أهداف الفريق التي وصلت ل 22 هدف ليكون هجومه الأقوى في دوري التصنيف. بعد خسارته أمام القادسية بهدفين للصليبيخات، تجمد رصيده عند النقطة الخامسة واقترب أكثر من أي وقت مضى للعودة من جديد لدوري المظالم. لبرنامج الديربي خلاص.